وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف السيد إبراهيم يوسف الجودر، مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني. مساء الخير سيد إبراهيم. مساء النور. نعم، بداية يعني لو نتعرف أكثر على أهم المشاريع المستقبلية خلال العام الحالي، ما هي مشاريعكم القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما نعلم أن الوزارة كانت ولا زالت تسير على النهج الذي أرساه سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وتوجيهات صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة والارتقاء بالعمل البلدي والعمراني والزراعي في المملكة. وفي سبيل تحقيق ذلك تم وضع برنامج لتنفيذ عدد من المشاريع وتطوير وتجميل التقاطعات والشوارع، وذلك لزيادة الرقعة الخضراء وزيادة المواقع الترفيهية والجمالية للمواطنين والمقيمين والزوار. ومنها على سبيل المثال بداية إعادة تأهيل الحديقة المائية، وإعادة إنشاء حديقة المحرق الكبرى وتطوير الواجهة البحرية لساحل البسيتين، وإنشاء عدد من المماشي ومنها ممشى جلالي وممشى أم الحصم، وتجميل عدد من التقاطعات ومنها تقاطع الجنبية وهو مدخل المملكة من جهة جسر الملك فهد، وكذلك مواصلة في عمل تجميل تقاطع الفاروق. هذه أهم المشاريع اللي حاليا الوزارة قاعدة تعمل فيها في المراحل النهائية من إعدادها وطرحها والبدء في التنفيذ. نعم، إذا سيد إبراهيم لديكم يعني استراتيجية من خلال هذه المشاريع يعني لتطوير وزيادة رقعة التشجير والتجميل في البلاد. طبعا الهدف الاستراتيجي الأهم بالنسبة لنا هو زيادة الرقعة الخضراء للوصول إلى النسب العالمية. نعم. وتجميل الطرق والتقاطعات وإضفاء الجانب الجمالي وتحسين الجانب البيئي والصحي لما للأشجار وإضافتها من دور في خلق بيئة صحية وتلطيفا للجو العام. ولازلنا في هذا الجانب احنا نعتبر روحنا في أول طريق حيث طموحنا لا حدود له. نعم. ذلك يتضح من القفز النوعي في الكم والكيف من المشاريع الترفيهيه من منتزهات وحداقه وماشي تقارب عددها 150 تم انشائها في العشر سنوات الاخيره. نعم. سيد ابراهيم الجودر، مدير اداره الخدمات البلديه المشتركه بوزاره الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.